نرسم النهاردة حاجة جديدة وحلوة كلنا بنحبها، الفار بتاع توم وجيري. هنبدأ بالودن كبيرة كده، عاملة زي ودن الفيل. وبعدين ايه، هنروح عاملين الجزء اللي فيها ده كده اهو، تمام. ودي شعراية تقريبا. بعد كده نعمل راس، وقبل ما نعمل راس هنيجي من هنا من بداية الودن كده، هنعمل ايه، شعرتين كده منظر كده، وبعدين ودنه كبيرة كده هنا، الحتة دي كبيرة، ده القورة اهو، نحط كيرف كده اهو، تمام. وبعدين نعمل الخد بتاعه، بيضحك كده، نعمل الخد التاني، سيب مسافة كده اهو، مثلا نعمل الخد التاني هنا اهو، وبعدين نعمل عين، نيجي من عند الخد من هنا ده كده، من عند الخد من هنا اهو، نمشي شوية كده معاه جنبي كده، ونعمل عين كبيرة كده، وبعدين في النص هنا هنعمل مناخيره كأنك بتعمل نقطة مية شوية كده، أو قلب، خد التاني كده، ونعمل العين التانية أعلى من دي سنة بسيطة عشان هو باصص بجنبه شوية، سنة بسيطة خالص يعني كده اهو، ونيجي نروح قافلين على الخط ده. الخط بتاع العين ده هو ايه، الخد التاني زي ده كده، الناحية التانية من نفس الخط ده كده اهو، كأنه ايه، كأنه بيضحك كده اهو. نروح جايين قافلينه من هنا عشان لسه هنعمل ايه، البق والعين تحت، العين هنا جواها كده، هنعمل بقى ايه، الجزء لونه اسود دلوقتي، واحد تاني هنا عملناها، والحته البق بقى اللي فوق ده اهو، نعمل بق اللي تحت كده، مش اسهل من كده يعني اهو، لكنه بيضحك اهو كده.
ونكمل الحتة اللي تحت البق دي، زي بقه بقى من تحت دقنه اهو. ولسانه خط كده، وخط تاني كمان ايه جاي من فوقيه كده اهو. هاجي هنا عندك كتفه والجزء ده، من هنا تخين شوية، من هنا رفيع شوية كده شبه الأسطوانة شوية. معلش نسيت، بعد ما اعمل نسيت اعمل هنا كده في ايه رموش حواجبه مرفوعة كده اهو. و الشوارب بتاعته بقى يعني عشان يبان، بس نبقى ايه شايفين شكله كده واحنا بنرسم. يعني ما فيهاش حاجة، كأنك تعمل مثلا مثلث كده، بس ايه بس كده. كمل الجسم بسرعة عشان ما اطولش عليكم. عملنا ايد، هنعمل ايد التانية. خط من عند الكتف ينزل بيه كده اهو، هنعمله بس ايه مايل مايل من اخره مايل كده، والجسم جاي من ناحية البق من هنا. ودي الجزء ده هو بلون تاني مفروض، بس احنا مش هنلون، احنا بنعمل بس بالقلم والرصاص النهاردة. اللي بيرسم وحابب يلون الصورة دي في الآخر طبعا هتبقى جميلة جدا. وبقية جسمه كده ورجله. ايده دي هنا احنا قلنا بحاول بس الظل ما يجيش على صوابعه. اللي اي سؤال يسيبه في التعليقات، وايه يساعدني يعني ان انا اجاوب على اي سؤال يعني. تمام كده اهو، سهلة وبسيطة وجميلة، اتمنى تعجبكم، دعواتكم بالتوفيق، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، حاجة جديدة وخفيفة ولذيذة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. الكراسة ما كملتش طبعا، ما عملتش حسابي.